هي اللي كانت بلبل الدوح. هي كانت تغني بالبيت كتير. ايه. كل الوقت أنا أرجع عيد وراها دايما. شو اسمها هي؟ أوديت. أوديت. فكانت أوديت هي اللي تغني. أوديت كانت بتغني بالبيت. هي البلبل اللي وصلك للغناء. كنت حب أرجع عيد وراها، حب اللي بتغني. كانت تغني أغاني قديمة. ومن وقتها البابا سمعني، هلا سمعني البابا بأول أغنية كان عمري سنتين ثلاثة، سمعني بعندي بيسي، عندي بيسي اسمها سيسي يعني، بس كنت عم غنيها بطريقة مش مثل الأولاد بوقت. إيه؟ هالتسجيل عندي بهالأغنية، وبزيت العمر بعد كم شهر كمان أغنية أنا قلبي إليك ميال مثلا لفايزة أحمد. جميلة أغنيتها يعني. إيه ثقيلة الأغنية كمان، ما لنا بيسي وسيسي دي. لا. ها انا قلبي لك ميال يعني اغنى عميقة. ليش غيرك على البال؟ هلا ليش غيرك على البال؟ لكن قطعنا هالمرحله دي. ايش اول مكان سمعك الناس خلاص شافوك؟ انت دخلتي في برنامج مسابقات صح بقناه المستقبل. اول شيء أول برنامج أنا شاركت فيه كان على الـ LBC. على الـ LBC. كان هو برنامج لليونيسف. وشاركت فيه مع أولاد. وكنت بوقتها بتذكر إنه عملت جو كتير حلو بوقتها، لأنه كنت أتمرن بالبيت، وكمان كان يقلي البابا إنه أنت وعم بتغني عم بتغني، بس بالموسيقى بدك تزقف. بدك تخلي الناس يزقفوا لك، بدك تعملي جو. إيه؟ يعني فهمني انه ايه. ومن بعده اكيد كنت شارك بحفلات حدنا هيك بال يعني بالمحيط حدنا. افراح اشياء؟ لا افراح لا. أفرح. بس افراح بالعائله كان بابا اصلا كان يخليني غني، كان يخليني غني ليقوي لي شخصيتي. كنت انا استحي شوي انا وصغيره، كان يكون في عنا ناس بالصالون وانا بالاوضه اكيد عم بلعب يعني مع اولادهم او مع اخواتي، كان يعيط لي بس ليوقفني قدام الناس ويخليني غني، ليعودني انه هيدا جمهور صغير وعلى المسرح رح ترجع تقابلي جمهور كبير، تيقويني تيخلي انه صح. مع انه انا بعدني بخاف لهلا، بس انه لا. بس انت عندك ترى عندك شخصيه، انت جامعه نقيضين، الخفر اللي هو الحياه والجرأة، وفيها دوزنة زي البراءة والأنثى. يعني فيها أربع عناصر هنا، فيه تلعبين عليهم أنت كذا. لكن بعدها جاء برنامج آخر، نجوم المستقبل. أيوة. هون كنت أكبر شوي. أكبر شوي. كنت بين الاثنين كنت أعمل حفلات. إيه بس بعد نجوم المستقبل بديتي تصدرين أعمال.